ده هو من شروط الإيمان والإسلام إن أنت تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وكلنا إخوات، كلنا أولاد تسعة زي ما بيقول السيد محافظ الفيوم والسيد رئيس حي غرب. هل يعقل أن يتم حرق الأشجار الآن من قبل عمال النظافة بالمنظر اللي احنا هنشوفه ده؟ ده مش مظاهرات ولا غازات مسيلة للدموع ولا حاجة، ما تقلقوش، ده مشهد بيتكرر بشكل يومي. المشهد أصبح صديق للمنطقة جدا، الناس مولفة عليه زي ما بيقولوا. بيحرقوا الأشجار فين بقى؟ خلف سور مدرستين، مدرسة فارس للتعليم الأساسي ومدرسة مبارك كول للتعليم الصناعي. هم مش عارفين يودوا الحاجات دي فين، فيقوموا حارقين الأشجار. يعني حياة أبنائنا ما تهمش حد خالص من الناس هناك، وهذا يعني عدم المتابعة الميدانية. فأين أنتم وأين ضميركم تجاه أبنائنا الطلاب وتجاه شعب الفيوم المسكين اللي كل ذنبه إن هؤلاء المسؤولين موجودين هناك؟ وجود مدرسة ابتدائي اسمها مدرسة الزملوطي الابتدائية بدون أسوار وبدون باب، يعني في الشارع من الآخر، مدرسة كده في الشارع فاتحة على الشارع. وغير ان الحمامات كمان هنشوفها دلوقتي، ده المدرسة من غير اي حاجة خالص، دي الفصول، مدرسة صيفي منها للشارع على طول. الحمامات هنشوفها دلوقتي بيستعملها اي حد ماشي، يعني اعتبروها مراحيض عامة زي ما بيقولوا. مش ممكن اي حد ماشي بموتوسيكل مثلا او شيء يصدم اي طفل؟ ازاي يعني في مدرسة متسابة في الطل كده؟ فين وكيل وزارة التعليم في الفيوم؟ فين المحافظ من اللي بيحصل في مدرسة الزملوطي بالفيوم؟ هيقولي مش شغلتك، لأ شغلتك. ادي المدرسة. مجاري الصرف الصحي بتغمر شوارع قرية معصارة صاوي مركز طمية، وما زال البحث جاريا عن مسؤول ولا جدوى. قدام حضراتكم تعيش الناس ازاي في مكان زي كده؟